بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اخبار، رجعنا لكم الفيديو الثالث من سلسلة مرشحات التلفزيون التربوي لمادة الفيزياء الصف الثالث متوسط، الامتحان الوزاري 2022، الأسبوع العاشر والفصل السادس، السؤال السادس: لو كان لديك مسمار حديد مطاوع وسلك موصل وبطارية كهربائية، اصنع مغناطيسا كهربائيا. هذا الجواب كله كيفية انتاج المغناطيس او المغناطيس من الكهرباء. نعم، المقصود بالمغناطيس الكهربائي، على ماذا يعتمد المجال المغناطيسي الكهربائي، لأن مهمات وجايات هواي بالوزارة. من الفرق بين المغناطيس الكهربائي قلبه وحديد مطاوع او حديد الفولاذ؟ هذه مقارنة بيناتهم. بماذا يتميز المغناطيس الكهربائي عن المغناطيس الدائمي؟ أيضا هذا الجواب. وضح بنشاط، ذكرنا أنه الأنشطة يجي من عندها نشاط أو نشاطين في كل سنة، وهن قليلات أيضا وتقدر تحفظهن. أدوات النشاط والخطوات أيضا. إذن الخطوات والاستنتاج، نستنتج من ذلك أن هذه لازم تكون بهالشكل هذا، يعني تجي بالبداية الأدوات والخطوات اللي تقوم بها، وبالأخير تختمها بالاستنتاج، يكون جوابك نموذجي ودرجته كاملة. كيف ينشأ التيار الكهربائي المحتث في الدائرة الكهربائية المقفلة؟ هذا الجواب. ما المقصود بالحث الكهرومغناطيسي؟ ما المقصود بالحث الكهرومغناطيسي؟ هذا الجواب مالته. تعريف: ما المقصود بالمحولة الكهربائية وما هي مكوناتها؟ المحولة الكهربائية، هذا مع الرسم. ما هو أساس عمل المحولات الكهربائية؟ الرافعة والخافضة طبعا. مبدأ الحث المتبادل، هذا طبعا الجواب. هذا التقليل، يعني هاي بالأحمر هذه ممكن تجي بشكل ثاني، يعني تجي تعليل أو تجي، فلذلك لازم التأكيد عليها يكون. لماذا تعد المحول الكهربائي من أجهزة التيار المتناوب؟ هذا التعليل مهم. هل تعمل المحول الكهربائي لو وضعت بطارية بين طرفي ملفها الابتدائي؟ لا تعمل محول التيار المستمر، وذلك لعدم تولد التيار محتث في الملف الثانوي. أريد التركيز فقط، مو فقط على أنه الأجوبة، لأن هاي أساسيات مهمة جدا راح تكون لك بالإعدادية إن شاء الله. المحولة الرافعة والخافضة، المقارنة بينهما، وكل وحدة شنو وضعها ولمن تستخدم. كل وحدة لمن تستخدم. لماذا تنقل الطاقة الكهربائية لمسافات بعيدة بفولتية عالية وتيار واطي، وذلك لتقليل الخسارة التي تحصل بسبب المقاومات الكبيرة لأسلاك التوصيل؟ لهنا وصلنا لنهاية الفيديو الثالث، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، في أمان الله.